سؤال رقم 5 بيقول steps of conversion of الإينوزي مونوفوسفيت into الدوكسي اي دي بي. نكتبهم كده جنب بعض عشان ما نتلخبطش. هنا بيكون عندي عايز يحول لي ايه الاي ام بي او الإينوزي مونوفوسفيت. الإينوزي مونوفوسفيت عايز يحوله لايه؟ عايز يحوله الى الدوكسي اي دي بي، عايز يحوله الى الدوكسي اي دي بي. يعني ايه؟ قال لك يا سيدي يعني الديوكسي معناها ان هو هيكون من اسمه ديوكسي. ديوكسي يعني ايه؟ ديوكسي معناها ان هو هينزع مجموعه اكسجين. طيب هذه مجموعه الاكسجين اللي هينزعها، هينزعها منين؟ قال لك يا سيدي مجموعه الاكسجين اللي هينزعها دي هينزعها من كربونه رقم 2 اللي بيكون موجوده في الشجر، اللي بيكون موجوده في الشجر، وبالتالي هرمز لها بالرمز ده. يعني ايه؟ انت فاكر لما يكون عندي رمز الريبوز عباره عن ايه؟ رمز الريبوز كان عندي عباره عن حلقه خماسيه. الحلقه الخماسيه دي ايه؟ كان كنت بطلع لها عصيان كده، لو انت فاكر وكنت مركز معايا، وهنا بيكون عندي كربون رقم 5 بكتبها CH2، ممكن يكون ماسك فيها فوسفاتها، ممكن ما يكونش ماسك فيها عادي. وهنا بيكون عندي OH، وهنا بيكون عندي OH، وهنا بيكون عندي OH. ولو تفتكر برضو ان انا كنت بسمي من هنا 1 و2 و3 و4، ودي كانت عندي كربون رقم 5. يعني لو انا عايز اوصل لكربون رقم 2 دي هكون عندي كربون رقم 2. دي اوكسي بقى معناها ايه؟ معناها ان انا هشيل الاكسجينيه اللي موجوده هنا اهو وارميها بره. تمام تمام، ده اللي هو معنى دي اوكسي. طيب هل عملية تحويل أو عملية تصنيع الديوكسي نيوكليوتيد سواء إذا كان ديوكسي ADP أو سواء إذا كان ديوكسي GDP بهذه السهولة أم أنها عملية شديدة التعقيد؟ بل أنها عملية شديدة التعقيد. عملية شديدة التعقيد معناها أنها بيكون عندي محتاجة 3 requirements. 3 requirements عبارة عن إيه؟ 3 متطلبات لازم يتوفروا لتحول النيوكليوتيد إلى الصورة ديوكسي. أول حاجة أنها لازم تكون موجود عندي في الصورة ADP أو في الصورة GDP، يعني في صورة دايفوسفيت. في صورة دايفوسفيت يعني تقولي أنها تشتغل على المونو، هقول لك غلط. لازم الأول حاجة تشتغل عندي في الصورة دايفوسفيت. طيب تمام. وبعدين قال لك وبعدين انها محتاجه انزيم اسمه الريدكتيز انزيم. هذا الريدكتيز انزيم هيقوم بعمليه، هذا الريدكتيز انزيم هيكون بعمليه نزع الاكسجينيه اللي موجوده في الريبوزا، وبالتالي هو بيقوم بعمليه ريدكشن يعني عمليه اختزال، فبالتالي هسميه الريدكتيز انزيم او هسميه الريدكتيز كومبلكس. طيب تمام، هحتاج الانزيم بس ولا هحتاج معاه كو انزيم؟ قال لك لا، هحتاج معاه كمان كو انزيم. الكو انزيم بتاعنا هنا اسمه ايه؟ قال لك اسمه الفايو ريدوكسين. قال لك اسمه فايو ريدكسون از كو انزيم. كو انزيم ده اللي هو بيكون عندي مسؤول ان هو يساعد الانزيم اثناء عمليه التفاعل بتاعه بالتفصيل، زي ما هناخد كمان شويه واحنا بنكتب التفاعل. بس المهم تعرف لي دلوقتي ان انا عشان اجري العمليه دي لازم يكون عندي في الصوره داي، لازم استخدم انزيم اسمه الا ريدكتيز كومبلكس او النيوكليوتيد ريدكتيز كومبلكس. هستخدم كو انزيم، كو انزيم اسمه ثايوريدوكسين. عرفت الريكويرمنتس؟ عرفت الريكويرمنتس؟ عرفت هتشيل الاكسجينيه منين؟ عرفت هتشيل الاكسجينيه منين؟ طيب هو اهو قال لك تبدا من اول فين؟ قال لك تبدا من اول الاينوزيم مونوفوسفيت. هتبدا من اول الاينوزيم مونوفوسفيت ازاي؟ قال لك احنا، انت لو فاكر ومركز معايا، كنا كان عندنا في سؤال رقم 3 تحول الاينوزيم مونوفوسفيت الى الاي ام بي او الجي ام بي. لو تفتكر هقول لك شاطر، كويس انك فاكر. وبعدين قال لك انا ما اقدرش اشتغل في الصوره مونو، لازم احولها الى الصوره داي. قال لك ولا يكون عندك اي ازمه، انا هستخدم حاجه اسمها الكاينيز انزيم. هذا الكاينيز انزيم مسؤول ان هو يركب لي فوسفاتا كمان جنب الفوسفات اللي عندي من قبل كده، ويتحول عندي من الـ AMB الى الـ ADP. طيب تمام، بعد ما اتحول عندي من الـ AMB الى الـ ADP، بقي لي على طول ان انا استخدم الـ ADP واحوله الى الصوره ديوكسي اللي هو طالبها عندي في السؤال. ومن هنا بدات الحته الجديده بتاعت السؤال بتاعنا، اللي هي هيكون عباره عن ايه؟ اللي هي هتكون عباره عن ان انا عندي ايه؟ ان انا عندي ADP او ان انا عندي اي نيوكليوتايد، اي نيوكليوتايد داي فوسفيت. يعني انا عندي ADP او اي نيوكليوتايد داي فوسفيت، هذا النيوكليوتايد داي فوسفيت عايز احوله الى الديوكسي نيوكليوتايد داي، ديوكسي نيوكليوتايد داي فوسفيت. تمام، او عايز احوله الى الديوكسي ADP زي ما هو مكتوب عندي فيه، أو زي ما هو مكتوب عندي في السؤال. قال لك انا هستخدم انزيم اسمه ايه؟ قال لك هستخدم انزيم اسمه الريدكتيز، هستخدم انزيم اسمه الريدكتيز انزيم. هذا الريدكتيز انزيم زي ما اتفقنا ان هو محتاج الفايو ريدوكسين
ريدوكسين as a coenzyme. تمام, محتاج الثايرودوكسين as a coenzyme. وقال لك ان انا هشغل الثايرودوكسين الصورة reduced بتاعه. الصورة reduced بتاعه معناه ايه؟ معناه ان هو عنده فائض في ذرات الهيدروجين, وبالتالي هو مختزل, يعني هو ماسك فيه مجموعة هيدروجينات زيادة. طيب ماسك فيه مجموعة هيدروجينات زيادة بالعقل والمنطق كده, انا قلت لك عنده هيدروجينات زيادة, معناه ان انا ايه؟ معناه ان انا هستخدمها. طيب وانا قلت لك ان انا هنا عندي اكسجينية زيادة اللي هي موجودة في الكربون رقم 2 لو تفتكر في سكر الريبوز, صحيح؟ يبقى اذا انا هاخد اكسجينية من هنا مع الاتشين الفائضين او زيادة عندي اللي هنا, وهتخلص منهم على صورة مية. طيب تمام, وبكده الريديوزد ثايرودوكسين تحول الى الاكسيدايزد ثايرودوكسين. تمام, وبكده الريديوزد تحول الى الاكسيدايزد ثايرودوكسين. طيب تمام, يبقى اذا انا دخل عندي ريديوزد, طلع عندي ريديوزد, طلع عندي اكسيدايزد. طيب هل من العقل والمنطق ان انا هفضل احول الريديوزد الى اكسيدايزد والاكسيدايزد يفضل يتراكم 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 لغايه ما الريديوزد يخلص, وبالتالي ما اقدرش احول الاي دي بي الى ديوكسي اي دي بي مره اخرى؟ يعني افضل احول مثلا حوالي 10 وبعدين ده يتراكم وبعدين اقف, ولا الجسم في حاله حاجه لو باستمرار؟ قال لك في حاله حاجه لو باستمرار. قال لك ولا يكون عندك اي فكره, انا هشغل الانزيم, هشغل انزيم تاني, هذا الانزيم التاني هيستخدم فيه ال NAD BH plus H as a coenzyme. هذا ال NAD BH plus H as a coenzyme هيضحي بالاتشين اللي عنده, والاتشين اللي عنده هيطلع عندي في المقابل, وهيطلع عندي في المقابل ال NAD B. طيب تمام, طيب حد يقول لي طب انا كده عايز حاجة تعوض لي بيها ال NAD BH plus H, هقول له يبقى انت كده مش مذاكر ليبيد كويس, يبقى انت كده مش مذاكر كربوهيدرات كويس, لان انت لو في الكربوهيدرات هيكون عندك الهكسوز مونوفوسفيت شنت, ده يعتبر ميجر سورس اوف النايت بي اتش بلس اتش, زائد تفاعلين مهمين جدا كان عندك فيه الليبيد يعتبروا برضو جنريتورز للنايت بي اتش بلس اتش, يبقى لازم تروح تراجع الليبيد اول ما نخلص شابتر النيوكليوتايد. تمام, المهم ان الانزيم اللي هنستخدمه هنا اسمه الانزيم الثايو ريدوكسين ريدكتيز انزيم. ليه؟ لانه هيعمل لي عمليه ريدكشن للثايو ريدوكسين, هيتحول عندي من الصوره اوكسيدايزد الى الصوره ريديوسد, وكده التفاعل